بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي على قناة محمد عبدو للترم الأول مع مادة الرياضيات للنظام الجديد الفصل الدراسي الأول، ولقائنا من خلال بنك المعرفة وتقييمات الوزارة لتحقق من فهمك مع الوحدة الرابعة القسمة على أعداد صحيحة، ولقائنا النهاردة مع تقييم الدروس الثالث والرابع في الوحدة الرابعة. تعالوا بينا نشوف تقييمنا شكله ايه وازاي هنشتغله مع بعضنا. بالنسبة للوحدة الدرس الثالث، استخدام نموذج التجزئة لإيجاد خارج القسمة، وده من خلال مفهومنا الأول في الوحدة الرابعة القسمة على أعداد صحيحة. تعالوا نشوف مسائلنا في تقييم الدرس ده عبارة عن ايه. أول مسألة فيهم بيقول لي حل مسائل القسمة التالية باستخدام خوارزمية خارج القسمة بالتجزئة. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على مساحة المستطيل وازاي بنتعامل معاها في القسمة. المرة دي هناخد القسمة من خلال التجزئة. طبعا لنا يعني شرح قبل كده للدرس مفصل بالطريقة بتاعت الخطوات بتاعت المسائل، فتعالوا نشوف برضو عشان نتذكر ازاي بنقسمها بخوارزمية خارج القسمة بالتجزئة. بناخد العدد بتاعي اللي هو 9375 وبقسمه على 15. ببتدي الاول بخانة الالاف، عندي 9000، ما قلتش 9000، اقول 9000. 9000 ما بتقبلش القسمة على 15 لان التسعة اصغر من 15. طالما ان انا خلصت الالاف ياخد اخد المئات معايا، هتبقى 93. 100، 93 100 دي عبارة عن ايه؟ يعني 93 مائة، يعني اكبر من 15. ابتدي افكر يا ترى ايه اللي اضربه في 15 يديني 93 بتاعتي اللي هي 93 مية. هجرب 6 مثلا ممكن تديني اللي هي 600 طبعا، فهقولها 600. 600 ب 600 لما اضربها في 15 بتاعتي بتطلع لي 9000، اطرحها من العدد بتاعي اللي هو 9375، اشيل منه 9000 دي، هيطلع لي الناتج 375. انا خدت هنا المئات، اخد بقى العشرات، اشوف هنا في كم عشرة، في 37 عشرة، وبالتالي لما اشوف فيها كم 15 ال 37 هتقول لي فيها 2 عشرات يعني 20. اذا انا هقسم على 20. طب عشان اقسم على 20 هشوف ال 20 في 15 بتديني كام؟ هتديني 300. هطرح ال 300 من ال 375 اللي عندي، هتطلع لي 75. هبدا بقى اخد الوحدات اللي هي 75 وحده، العدد كله كامل يبقى وحدات. 75 فيها كام 15؟ طبعا فيها 5. 5 ايه؟ 5 احاد، وبالتالي هتاكد من ان انا اضرب ال 5 في ال 15 تجيب لي 75. اطرحها من ال 75 جابت 0. طالما ان احنا وصلنا لمسالتنا لصفر يبقى القسمه بتاعتي بدون باقي، ما فيهاش باقي، والناتج بتاعها هو مجموع دول ال 600 مع ال 20 مع ال 5 يديني 625. طب تعال نشوف برضو مسألة تانية بنفس الفكر وبنفس الطريقة عشان نتعامل معها. مسألتنا عبارة عن 4953، عايز اقسمها على 31. هحط لها على صورة القسمة، هحطها على صورة القسمة بتاعتي، وابتدي مع الالاف. 4000 ما بتنفعش، اخد مئات. 49 مية، 49 مية اكبر من 31، وبالتالي هيبقى على الاقل فيها واحد مية، يعني يبقى هقسم على مية عشان اشوف ناتج ضرب المية في 31 هيديني 3100. هطرحها من ال 4953 واشوف هتطلع لي كام، هتطلع لي 1853. انا خدت المئات، يبقى دلوقتي هاخد العشرات، يعني هاخد ال 185. ببدأ من العشرات مع باقي الارقام بتاعتي كلها واقراها، ودي تبقى عشرات. طب ال 185 فيها كام؟ 31 عندي. لو جربت الستة مثلا، الستة هتديني
186 186 هتبقى اكبر شوية، وبالتالي هاخد الخمسة. طبعا انا بتعامل مع 5 عشرات يعني 50، ما تنساش الحكاية دي، انت بتتعامل مع مئات، هنا طلعت واحد يبقى معناها 100، هنا بتتعامل مع العشرات طلعت 5 يبقى معناها 50 لانها عشرات، وبتضربها في 31 بتاعتي بتجيب لي 1550. اطرح ال 1550 من ال 1853 هيطلع لي 303. ابدا دلوقتي بعد ما خدت العشرات اخد الوحدات، العدد كله 303، اقسمها على الواحد وتلاتين بتاعتي، لو فكرت وقلت فيها 10 هتجيب لي 310 كبيرة، يبقى اشوف كده اجرب التسعة هتطلع لي 279 معقولة، يبقى اخد التسعة وما احطلهاش اصفار لان دي وحدات بتاعتي، فاضرب التسعة في الواحد وتلاتين هتجيب لي 279. اطرحها من ال 303 هيبقى اللي فاضل عندي هو 24. طالما ان انا خلصت الوحدات بتاعتي وده باقي اصغر من المقسوم عليه، يبقى ده يعتبر باقي عندي، والمسألة تبقى خلصت على الشكل ده. الاجابة بتاعتها 100 زائد 50 زائد 9 يعني 159، والباقي هو 24. اكتب 159 وباقي القسمة بتاعتي هو 24. طب تعال نشوف برضو مسألتنا التالتة بيقول فيها ايه. مسألتنا التالتة بيقول حلت المسألة او حلت المسألة على اليسار حلا صحيحا بالشكل ده، وبعدين باستخدام نموذج خارج القسمة اشتغلتها بنت من البنات وكان الحل بتاعها بالشكل ده. طب هو عايز ايه بقى؟ بيقول لي اكمل النموذج اللي موجود على اليمين اللي هو بيوضح طريقة تانية ممكن ان احنا نحل بيها المسألة حل صحيح. طب نقف شوية كده ونفكر في الحل اللي هنا والحل اللي هنا اختلف في ايه وايه الطريقة المختلفة فيه عشان نبدأ نكمل له ونجيب له الحاجات دي. هو هنا قسم كم مرة؟ ادي مرة 2 3 4 تمام كده. طب وهنا قسم كم مرة؟ قسم مرة 2 3 بس، اذا ما قسمش 4 مرات زي دي. طيب يبقى نجرب القسمة بتاعتنا كده ونشوف لما نشتغلها على ال3 مرات ده ايه هتبقى شكلها، ايه هتبقى بالمنظر ده قدامي كده. ادي مرة 2 3 زي ما دول 3 اهو. طيب هنا بقى بيسألني يا ترى هحط في ايه العدد كام، وبي العدد كام، وفي سي العدد كام، وفي دي العدد كام، واي واف وجي واتش واو. طيب هو او ده هو الناتج بتاعي يعني. طيب اذا انا دلوقتي عشان احل المسألة ابتدي اشوف الاي دي مكانها فين. الاي مكانها اهي، يعني كام؟ يعني 2400 مش كده؟ اذا الاي دي اللي هتتحط هنا هيتكتب كام؟ 2400 بعد او قدام علامة الناقص دي. يبقى الاجابة بتاعتي لايه ده اهي هتبقى العدد بتاعي اللي هو كام زي ما احنا شايفينه كده 2400 اكتبها. طب البي فين اللي انا قسمت عليه اللي هو كام؟ 200 مش كده؟ وبالتالي احط 200 في بي بالشكل ده. طيب السي فين اللي هي تحت الاي اللي هي 72، اذا السي بتاعتي بكام؟ ب72. كلام جميل. طب بعد كده عايز الدي، الدي اللي هي فين؟ اللي هي ده اهي. طب الدي بتاعتي دي اللي هي كام؟ احنا قدام الخمسه هنا في 60 اهي اللي احنا طرحناها، يبقى الدي عباره عن 60. طب الاي، الاي اللي احنا قسمنا عليها اللي هي 5، وبالتالي هتبقى الاي ب5 اكتبها له 5. طيب الاف اللي هو الناتج اللي تحت منها اللي طلع من تحت ده اللي هو 12 مش كده ولا لا؟ طب والجي بتاعتي اللي هي دي اللي هو كام هنا؟ اللي هو برضو 12 اللي هو ده، وبالتالي هكتب هنا 12 وهنا 12. طيب اذا الاتش بتاعتي اللي هي قسمت عليها هنا اللي هي كام؟ اللي هي 1 بكتبها 1. يعني معناها ان المسألة بتاعتي اتحط فيها بالشكل ده كده اهو، اتحط هنا 2400 قسمتها على 200، لكن هو هنا او اللي حل يعني خلاها 100 لوحدها و100 لوحدها، لا احنا هنضم الاثنين مع بعض وهنخليهم 200، هتطلع لي 2400. هطرح
هتطلع لي 72 اللي هي سي، وبعدين تطلع لي هنا 60 اللي هي دي، وابتدي اشوف الخمسه، 5 في 12 هتجيب لي 60، كتبنا ال 60 بتاعتنا، طرحناها من ال 72 هتجيب لي 12 اللي هي الاف بتاعتي، وبعدين بعد كده اتعامل مع الاتش اللي هي الواحد، واشوف الواحد لما اضربه في 12 هتديني كام، هتديني 12، وبعدين اطرح يديني صفر. وضحت الفكرة التانية؟ يعني باختصار عشان ما تتوهش، ايه اللي عملوا اختصار او حل اخر زي ما هو بيقول للمسألة دي؟ حل اخر ان هي قسمت هنا، خدوا بالكم، او الحل يعني قسمها على 4 مراحل، 100 وبعدين 100 وبعدين 5 و1 اللي هي الناتج اللي هو 206، وبالتالي احنا هنا عملناها على 200 الاول وبعدين على 5 و1 جابت لي برضو 206 نفس الاجابة. يعني الفكر اللي هنا مختلف عن هنا في ايه؟ في ان ضمينا خطوتين على انها خطوة واحدة بس، وممكن تعملها 4 خطوات مش مشكلة، يعني ممكن تعملها 50 50 50 50 4 مرات، لكن طبعا هتطول معاك الحل بتاع المسألة بتاعتك. وضحت الفكرة بتاعت المسألة دي؟ هي فكرة يعني ظريفة كويسة. طيب تعالى برضو نشوف درسنا التاني بيتكلم على ايه، اللي هو الرابع، يعني بيتكلم على تقدير خارج القسمة. تعالى كده نشوف مسائلنا. اول مسألة بتقول لي انا عايزك تقدر خارج القسمة ده، طبعا هو هنا بيتعامل مع الاعداد ذات القيمة العددية المميزة عشان يجيب الناتج بسرعة، فبدأ يفكر في دي، اتعامل معها على انها كام؟ على انها 6000. طب ودي قريبة جدا للتلاتين، طب ليه اخترت انا كده 30؟ عشان الستة الاف، الستة بتقبل على التلاتة، وبالتالي اقدر اكتب دي 6000 وبعدين اكتب دي 30 وبعدين اقسم دي على دي هتطلع لي 200، يبقى التقدير بتاعي هو 200. بيقول لي بقى انت اقسمها بمساحة المستطيل زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، في الدرس اللي فات، في التقييم اللي فات، او في الدرس نفسه يعني مساحة المستطيل، او بقسمة التجزئة زي ما شفنا في الصفحة اللي فاتت، تتعامل معاها وتقسم دي على دي وتشوف هتطلع لك كام والباقي هيبقى كام. هتطلع 228 والباقي بتاعها هيبقى 13. اذا فعلا قريبة، لان الاجابة طلعت هنا في التقدير 200 وفي الحل الفعلي للمسألة طلع 228. تمام. طب تعال نشوف مسألة رقم 2 بتقول نفس الفكر برضه، قدر وحل بعد ما تقدر. هشوف دي يعني الافضل ليا انا ان انا اخلي دي 50، وبالتالي الخمسين ممكن هنا 1500 تقبل على الخمسين وبسرعة وتبقى الإجابة السهلة بتاعتي، يعني أخلي دي 1500 وأخلي دي 50 وبالتالي هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 30، يبقى الناتج بتاعها في التقدير هيطلع 30. هبتدي أحل المسألة بطريقتي زي ما تشوف انت في كراستك او في ورقة خارجية، تحلها بالقسمة بالتجزئة او بمساحة المستطيل بتاعتك وتشوف الناتج هيطلع لك هنا كام، هتلاقيه برضو طلع 30 الاجابة بتاعته، وبالتالي لما اضرب 30 في 40 هتجيب لي 30 في 50 هنا هتجيب لي 1500، ويعني تقديرا هو هنا ضرب بقى مش 50 بقى، خلاص هتضربها في 48 وهتطلع لك الباقي بتاعها هيبقى 6، يعني هتشيل 6 من دي، يعني لو ضربت دي في ال 30 هتطلع لك 1440. خدتوا بالكم؟ بالاضافه لل 6. عايز تتاكد ان حلك صح، اضرب الناتج القسمه في المقسوم عليه وبعدين اجمع عليه الباقي بتاعك، يعني اضرب دي في دي 30 في 48 وضيف عليهم 6، 30 في 48 هتجيب لي 1440، اضيف عليهم ال 6 تطلع لي 1446. تمام. طيب تعالى برضو نشوف مسألتنا التالتة، نفس الفكر بتاع التقدير بتاعنا وبيتعامل مع المسألة بالشكل اللي قدامنا ده. طبعا هنا
انت عندك 7061 وهنا 23، يعني خليها 7000 برضو انسب، وبعدين ال 23 دي ممكن تتعامل معاها على انها مثلا ممكن 30 او ممكن 20، 20 انسب حاجة يعني، يعني لو حطيتها 20 افضل. ليه؟ لان 70 على ال 20 يعني 70 على الاثنين هتجيب لك 35، وبالتالي تحط الصفر بتاعك هتبقى 350، ده الناتج بتاعك، لانك هتشيل صفر من هنا مع صفر من هنا بقت 700 على 2 يعني 350. وبعد ما تحل المسألة الأصلية بتاعتك وتطلع الناتج هتلاقي مفيش باقي، سواء بنموذج مساحة المستطيل أو نموذج خوارزمية القسمة بالتجزئة، هتلاقي الإجابة بتاعتك هتطلع 307، يعني نعتبرها برضو قريبة من الحل بتاع التقدير بتاعنا. اللي محتاج الفيديوهات بتاعت الدروس على قناتي محمد عبده، أو اللي محتاج الفيديوهات المختصرة بتاعت المفاهيم للرياضيات على قناتي معلم الرياضيات، مراجعات سريعة تستفيد بيها قبل الامتحانات بتاعتك، أو اللي محتاج شرح الكتب الخارجية مع مراجعتها، أو اللي محتاج التقييمات بتاعتنا اللي احنا شغالين، كل الروابط دي هتلاقيها في علامة الاي اللي بتمر كل شوية، هتديك 5 روابط، وفي صندوق الوصف برضو أسفل الفيديو هتلاقي كل الروابط، وفي أول تعليق مثبت هتلاقي كل الروابط. بمجرد ضغطة على رابط من الروابط تدخل على اللي انت عايزه، أو على صورة من الصور الثلاثة اللي هنا، الصورة دي هتدخلك على شرح الدروس مفصل كامل، والصورة دي هتدخلك على الكتب الخارجية دروسها ومراجعتها، والصورة اللي في النص هتدخلك على المفاهيم على قناتي معلم الرياضيات. ما تنساش ان جنب عنوان الفيديو هتلاقي رابط قناتي اللي بتمر في الشريط اسمها فوق دي براعم مبدعة، لو ضغطت على الاسم تدخل على القناة، يسعدني انها تعجبك وتشترك فيها وتفعل الجرس، بالاضافة لقناة معلم الرياضيات، بالاضافة برضو لقناة مبدعون عليها ديسكفري وكرتوني جميل جدا لاولادنا، هتعجبكم جدا. هتلاقي الروابط بتاعتهم كلهم في صندوق الوصف او في علامة الاي او في التعليق المثبت اول تعليق. بكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع تقييمنا، والى اللقاء مع تقييم تالي، مع اطيب تمنياتي بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.